السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم مايونيز بالبيض، كتجي رائعه وناجحه 100% من اول تجربه. سبق لي شاركتها معكم بالحليب، وفي هذا الفيديو غادي نديرها ان شاء الله بالبيض. سهله وبسيطه، المكونات ديالها موجوده في كل دار، النتيجه رائعه. كنشريوها غاليه، علاش ما نصوبوهاش في الدار؟ خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ما تنساونيش من اللايك واشتراك في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وشكرا لكم، شكرا بزاف. بسم الله، عندي جوج معالق كبار ديال الحامض معصور، عندي جوج بيضات، عندي جوج معالق الخل، عندي كاس ديال الزيت، عندي الملحه. نجيب الخلاط، ندير فيه البيض، ندير شويه د الملحه. هاد المرحله ندير غير القياس ديال الملحه، ندير الحامض وندير الخل، غندير نص كاس ديال الزيت ونص لاخر من بعد. نزيد نص كاس الزيت اللي بقى ليا، ونعاود نطربو مزيان. دابا من بعد ما طربتها، نتوما كتشوفوا معايا، شوفوا تبارك الله، النتيجة ديال المايونيز ديال كتجي رائعة. بغيتوها خفيفة على هكا، نقصوا الكمية ديال الزيت. هي تبارك الله، بجوج بيضات درت المايونيز في الدار، والملح ذوقوا، الا جاتكم مسوسة عاود زيدوا الملح، دائما على حساب الذوق. الملح اكتفيت غير بديك القدر صافي اللي درت معاكم، اللي شفتو معايا صافي. شوفوا تبارك الله، المايونيز صنع منزلي، صوبوها في الدار ساهله ماهله. هادي درتها لكم بالبيض، وراها درتها في القناة عندي بلا بيض، اللي بغاها غير بالفرماج راها عندي في القناة. غادي نحط لكم الرابط في الوصف ان شاء الله. شوفوا تبارك الله كي كتجي رائعة. شوفوا تبارك الله، الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا معايا في القناه. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم، شكرا بزاف.